اشوفك معايا عادي. ماشي. ابتدي. مساء الخير عليكم جميعا، بناتي واولادي، طلبة الفرقة الرابعة، إدارة الضيافة. النهاردة احنا في المحاضرة الرابعة من مادتنا دراسة الجدوى للمشروعات الفندقية. والنهاردة موضوع المحاضرة إن شاء الله هنتكلم عن دراسة الجدوى الميدانية لاختيار موقع الفندق أو أي مشروع فندقي، مطعم زي ما قلنا أو منتجع سياحي أو موتيل أو إلى غير ذلك من المشروعات المتخصصة في الفنادق. طيب، مكونات أو المواضيع اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة في المحاضرة، طبعا احنا دايما بنبتدي أي محاضرة لينا بنعمل مقدمة عن الموضوع أو introduction. تاني حاجة هتكلم فيها عن اختيار الموقع اللي يخص المشروع وإيه البيانات اللازمة اللي بتخليني كمستثمر أقيم موقع الفندق، إن كان هو موقع جذاب للعميل ولا في بعض، يعني زي ما قلنا ان بنعمل دراسة وبنشوف ايه نقاط القوة او نقاط الضعف او الفرص اللي موجودة في اختيار بتخليني اختار موقع جيد ومتميز للفندق، او ايه التهديدات وممكن اعالجها ازاي، وهل البيانات دي هتساعدني اني ان شاء الله اختار الموقع الجيد اللي يخليني اكمل في انشاء وإقامة المشروع، ولا أغير رأيي، ولا ممكن يبقى فيه قلنا فرص بديلة أقررها. كل ده بيبان عن طريق البيانات اللازمة اللي أقدر أقيم بها موقع الفندق بتاعي إن كان موقع متميز وهينجح ولا لا. رقم 4، هنتكلم عن الموقع والمساحة والارتفاع وأشكال وتصميمات بناء كل فندق طبقا للمنطقة أو اللي هيتبني عليها أو الدولة أو الإقليم اللي هيتبني عليه. إيه النصايح اللي بيدوها المكاتب الاستشارية المتخصصة في دراسة الجدوى للمستثمر عشان يقدر يختار موقع سليم وأرض يعني يتبني عليها الفندق، تكون بتبص على موقع متميز سواء موقع سياحي، موقع طبيعي على بحر مثلا زي اسكندرية أو شرم الشيخ، على أثري، كل ده هنتكلم عليه برضو إن شاء الله بالتفصيل. وإيه هي الفاكتورز أو عامل الاختيار اللي بتخليني أختار موقع الفندق كمستثمر؟ أهداف قرار اختياري للموقع الفندق ده أهداف إيه؟ أكيد أي مستثمر هتبقى أهدافه الاستثمار في فندق مع الوقت في خلال سنة أو أقل في 6 شهور من التشغيل يجيب لي الربحية اللي مطلوبة واللي هتتحدد مع دراسة الجدوى المالية واللي هنتكلم فيها في شابتر مخصص. إيه هي أهمية اختيار الموقع؟ أهميته إيه؟ إن أنا بختار موقع كويس وفين؟ وفي بلد أو في محافظة متميزة، إيه أهمية ده وهيعود عليا كمستثمر وهيعود على الإدارة الفندقية بإيه؟ وحدي مثال لمشروع مقترح، إزاي المشروع ده أنا كمستثمر ممكن أنفذه؟ وهخليكوا برضو تعملوا لي مثال نقدمه المرة الجاية لمشروع مقترح بناخد عليه برضو درجات أعمال السنة، وبشوف طريقة تفكيركم ممكن تدوني أمثلة لمشروع فندقي أو مشروع تابع للمجال الفندقي بعمله فين. كل ده يعني هديكم المثال ونطبق عليه، وكل ده زي ما قلنا برضو هيبقى من ضمن أعمال السنة إن شاء الله. طيب، هنا معرفش ليه اختار بس خط افضل يبان. طيب نبدا بسم الله الرحمن الرحيم بالمقدمه. احنا قلنا ان اختيار الموقع ده اول حاجه في دراسه الجدوى مهم جدا، ومن الامور المهمه الحاسمه اللي بتاثر بشكل مباشر على نجاح المشروع او على فشله. هل هيستمر ولا مش هيستمر؟ هل هيجيب لي الربحية
اللي طالعه لي في دراسة الجدوى في خلال 6 شهور أو سنة، ولا مش هيجيب، ولا هيجيب لي على الأقل رأس المال اللي أنا دفعته كمستثمر وبعد كده يجي لي ربحية. كل ده على حسب المشروع والموقع اللي أنا هبني عليه الفندق. طبعا كل ما المشروع والخدمة اللي بنقدمها للجست مختلفة ومتميزة، بتبقى غير الفنادق المنافسة اللي حواليه في نفس الاريا او في نفس المكان، بتكون مختلفة مش هي هي، اكيد ده بيخلي نجاح فكرة مشروعي تنجح وتستمر وتفضل موجودة معايا اكتر، اقوى اكتر فترة ممكنة. يبقى اذا اختيار الموقع السليم بيعزز فكرة نجاح المشروع، وبيخلي ان الفكرة الجديدة اللي انا بقدم والخدمة الجديدة اللي انا بقدمها كمستثمر بتجيب لي عدد كبير من السياح، عدد كبير من الزوار، بيجي لي سواء سياحة داخلية من جوه المحافظة اللي انا عامل فيها الفندق، او السياحة الخارجية زي انواع السياح الكتير جدا اللي بيجولنا من خارج مصر بمختلف جنسياتهم، سواء سياح انجليز او امريكان او روسيين او اوكرانيين او ايا كان، او السياحة العربية زي السعودية وزي ايران وهكذا. فكل ده بيدخل لي ربح للفندق، وبيدخل لي ربح للإدارة، شركة الإدارة اللي هي زي مثلا شركات الإدارة اللي بتدير الفندق معايا كمالك أو كمستثمر على سبيل المثال، وانتوا اديتوا أمثلة كتير زي مثلا الفور سيزن، زي الشتايجن برجر، زي فيرمونت، هيلتون، ماريوت. كل دي شركات إدارة فندقية بتدير الفندق بالسياسات بالبوليسي بتاعتها وبطريقة الإدارة بتاعتها، اللي لما بتيجي وتقبل مني إن أنا كشركة إدارة أدير المشروع ويتحط اسم المشروع، يتحط اسمي كشركة إدارة على الفندق اللي صاحب موقع متميز ده، أكيد عن طريق الموقع ده أنا كشركة إدارة وكمستثمر هيجيلي الربحية، وهو ده المطلوب. طيب اكيد مش المقصود بس ان انا كمستثمر اختار مشروع في مكان متميز، لا، لازم يكون يتطبق فيه المواصفات، المواصفات البنى، مواصفات المساحة على حسب كل فندق في اي مكان. فنادق الموجودة في المدينة ليها مواصفات المفروض لما تتطبق بشكل وتتنفذ بشكل سليم، كل ده برضو هيعزز نجاح فكرة المشروع. لما بيكون في مواصفات للبنى وللارتفاع وللتصميم في الفنادق اللي في الحضر اللي هي موجودة في المدينة، غير الفنادق اللي في الريف. قلنا الريف مش معنى ان هو في القرى، لا، مقصود بالريف اللي هو الفنادق اللي موجودة أو الريزورت، المنتجعات السياحية اللي موجودة في العين السخنة وفي الزعفرانة وفي شرم الشيخ وفي الغردقة وفي راس سدر، كل دي بتعتبر ليها مواصفات برضو بناء مختلفة تماما عن مواصفات البناء الفنادق اللي موجودة في المدن زي ما قلنا. وبالتالي إن أنا كمستثمر لازم بختار المشروع وموقع المشروع اللي حق أبني عليه الفندق بعناية جدا وبدراسة جيدة جدا، ما خدش القرار وإني أشتري أي موقع وخلاص، لا، لازم بعد دراسة، وده بيرفع من أسهمي كمستثمر في نجاح مشروعي وفي جلب إيرادات وأرباح للمالك والمستثمر، وزي ما قلنا وللعاملين طبعا اللي بيشتغلوا، كل ما بيجي لي دخل كبير كل ما العامل بيجي له برضو مرتبه بيزيد، بيجي له برضو مكافآت، كل ما بيبقى تدريبه على مستوى عالي جدا عن طريق شركة الإدارة اللي واخدة أو قبلت إن هي يتحط اسمها على فندق بموقع متميز. طيب اختيار موقع الفندق أو المطعم، طبعا كل موقع بيبقى له او كل اختيار بيبقى له موقع جغرافي. الموقع الجغرافي ده اللي انا بختاره او الارض اللي انا بختارها عشان ببني عليها منظمة سواء كانت صناعية او خدمية. احنا في دراستنا بنتكلم عن منظمة خدمية، خدمية اللي هي بتخدم الجست
سواء النزيل من نفس البلد اللي موجود فيها الفندق، او السايح او النزيل او الفيزيتور اللي بيجي لي من السياحة الخارجية من بره مصر. بقدم له الخدمة الفندقية اللي هي خدمات الإقامة، خدمات الأكل والشرب عن طريق المطاعم المختلفة والكافيهات المختلفة، خدمات المؤتمرات لو في جست رجل أعمال عايز يعمل مؤتمر، خدمات الحفلات اللي هي بأنواعها والمناسبات بأنواعها سواء فرح أو خطوبة أو أعياد ميلاد أو أيا كانت المناسبة، خدمة تأجير القاعات للتدريب، إن بيجي لي بعض الشركات الكبيرة بتبقى عايزة خدمة تأجير قاعة على أساس إن هو بيكون بيدرب العاملين اللي موجودين معايا في نفس الشركة على تدريب معين يخص مهنتهم، فبيجي العميل وبيأجر القاعات بتاعتي، بديله خدمات فيها مثلا ترجمة فورية، بعمله مثلا شكل القاعة بشكل معين، بيطلب مني برضو كوفي بريك في وسط التدريب مثلا الساعة، مثلا لو المؤجر للتدريب ده من 8 مثلا ل 4 الظهر، ففي الوسط بيبقى فيه مثلا الساعة 12 كوفي بريك. دي خدمة من الخدمات اللي بتتقدم جنب بالإضافة لتأجير القاعة وتجهيز القاعة بالخدمات اللي هو عايزها، من مايكروفون، من بلوك نوت، من شاشة عرض، يعني كل ما يخص التدريب اللي هو بيحتاجه، ده كلها خدمات فندقية مختلفة بتتقدم. فكل ده برضو الموقع الجغرافي هو اللي بيحدد لي الخدمة اللي أنا هقدمها الفندقية إيه. وعلى سبيل المثال فنادق المؤتمرات، وبعد مؤتمر قمة المناخ اللي انعقد في نوفمبر في شرم الشيخ، عندي قاعات مجهزة بس لخدمة المؤتمرات. عندي هنا برضو في التجمع الخامس قاعة مؤتمرات كبيرة جدا فيها كافة الخدمات اللي بتتيح الفرصة لعقد مؤتمر دولي أو محلي. إذا الفنادق والمطاعم هو منظمة أو قطاع خدمي بيقدم الخدمة، سواء خدمة تأجير الغرف أو المطاعم وخدمة المأكولات والمشروبات أو الخدمات المختلفة اللي احنا اتكلمنا عنها. من أهم عوامل اختيار الموقع ان هو لازم يكون قريب من الموردين والعملاء، وقلنا المورد اللي هو بيورد لي المأكولات والمشروبات وأي مواد بيحتاجها الفندق، وبيبقى تعامل الموردين مع قسم المشتريات بالفندق. من العوامل المهمة برضو تكاليف العمالة وتكاليف النقل، عشان يجي لي مورد هينقل لي البضاعة اللي أنا محتاجاها كفندق بيجي لي عن طريق أي وسيلة نقل. طبعا كل ده لازم أعرف تكاليفه قد إيه، وبيجي لي من المنطقة بتاعته للموقع بتاعي بسعر قد إيه. كل ده بيتعمل عليه سيرفي قبل ما أنا كمستثمر وأنا لسه بدرس إن أنا أشتري الأرض دي، لازم أعرف خدمة توصيل المواد اللي أنا محتاجاها والمعدات اللي أنا محتاجاها تتنقل لي من مكان شركة المورد عندي بكام. هل الموقع متوفر فيه مرافق؟ المرافق اللي هي البنية التحتية والبنية الفوقية، واتكلمنا برضو عليها وقلنا إن ما بتبقى الأرض ممهدة بتبقى جاهزة بالمرافق الأساسية وسهل إن يدخل فيها مية وكهرباء إلى غير ذلك، ولا بتبقى أرض مش ممهدة وبالتالي بتبقى رخيصة والبنية الفوقية والتحتية ما بتبقاش موجودة، وببتدي أنا كمستثمر أبتدي أشوف أنا هدخلها إزاي عن طريق طبعا شركات متخصصة بتاعة مقاولات. اختيار الموقع من أهم القرارات الاستراتيجية المهمة اللي فعلا لازم تاخد وقت كبير جدا من الدراسة والاهتمام وأوصل للقرار سليم حتى ولو بعد وقت، علشان زي ما قلنا ما أخدش القرار بسرعة وبالتالي يحصل لي خسارة كبيرة وأضطر إن أنا أقفل كفندق أو كمطعم. وطبعا برضو الفندق والمطاعم بأنواعها سواء وجبات سريعة أو غيرها، برضو استراتيجية يعني تسويق
الموقع الخاص للفندق او المطعم بيبقى سهل، كل ما بيكون الموقع متميز واقدر اعمل استراتيجية تسويق عن طريق فريق المبيعات بيبقى سهل جدا. ان لما اقول انا عاملة مثلا مطعم على النيل، ان انا مثلا عاملة فندق بيبص على موقع اثري او على بحيرة طبيعية، كل ده بيبقى سهل جدا في التسويق واقدر اجذب عدد كبير جدا من الجست زي ما قلنا سواء داخلي او خارجي. بتبقى استراتيجية تسويق للمطعم او للفندق هنتكلم عليها برضو في شابتر لوحدها، ازاي بعمل الداعية وازاي بسوق للفندق بتاعي والموقع بتاعه وبستغل نقط الضعف نقط القوة انا اسفة اللي تخليني اسوق وابيع الفندق او المطعم بتاعي بشكل كبير وعدد كبير من الجست بأنواعه، في جست اللي هو السايح اللي بيحب جدا سياحة الأطعمة. احنا في مصر عندنا أطعمة كتير جدا مش موجودة خارج مصر، بيجي جست مخصوص من بره مصر وشيفات من بره مصر أجانب عشان يشوف الأطعمة الشعبية اللي احنا بنعملها اللي بتميزنا في مصر، زي مثلا برضو المطعم الهندي، المطعم الصيني، المطعم الإيطالي، احنا هنا في مصر هي المطعم بتاعنا، فممكن يبقى فيه أجذب السياح اللي بيحبوا الأكلات المصرية الشعبية اللي مش موجودة عندهم. على سبيل المثال بيجي لي جست كتير جدا أجنبي يقول لي أنا عايز أكل ملوخية، أنا عايز أكل كشري، فبيبقى فيه جست معين لسياحة الطعام عندي برضو. فإذا الموقع والخدمات السياحية اللي هو بيقدمها سواء سياحة دينية أو علاجية أو أثرية أو رجال أعمال أو خدمات سياحة رياضية، كل ده بيختلف برضو من موقع لآخر. يعني لو موقع فندق عايز ابقى متخصص للسياحة الدينية، هشوف ايه موقع سياحة دينية عندي مثلا زي ايه. عندي ممكن في التحرير قريب جدا من المواقع الأثرية الدينية اللي موجودة من زي القلعة، زي قلعة صلاح الدين مثلا، التحرير قريبة سهل ان هو مثلا يروح. المساجد والجوامع والكنائس اللي هي في منطقة الفسطاط، برضو في فنادق قريبة في وسط البلد بيبقى سهل جدا انه يروح ويزور. الحاجات العلاجية عشان اعمل فندق علاجي يبقى موقعه هيبقى فين؟ اكيد مثلا هيبقى في مثلا سيوة. سيوة من اهم المحافظات اللي عندنا فيها علاج، سياحة علاجية، بيجي لنا سياح من مختلف العالم يتعالجوا في البحيرات المالحة والرمال السخنة. يبقى اذا لو انا كمستثمر عايز اعمل فندق يقدم سياحة علاجية يبقى في المنطقة وفي الموقع المناسب. الآثار، أنا عندي هنا في مصر الفندق الوحيد اللي على العالم اللي بيبص على عجيبة من عجائب الدنيا السبعة اللي هي الأهرام، اللي هو ماريوت الهرم اللي هو المين هاوس أوبروي، ودلوقتي واخداه شركة ماريوت. فده انا عايزه اتعمل الفندق ده ايام الخديوي اسماعيل واتطور واخدته اكتر من شركه اداره فندقيه لحد ما وصلنا النهارده للماريوت. اذا ده موقع مميز جدا لانه بيبص على عجيبه من عجائب الدنيا السبعه اللي هي الاهرامات، في سويتات وغرف والسويمنج بول، حمام السباحه، كل ده بيبص على عجيبه من عجائب الدنيا السبعه المهمه اللي هي الاهرامات. والسياحة الرياضية اللي هي برضو سهل، ان هي الرياضة انواعها كتير جدا. مثلا لو هندي نموذج ومثال مثلا عن السباحة، فاقدر ان انا اعمل في شرم الشيخ ريزورت قدامه البحر ويكون رملته يعني ناعمة، المية لونها صافي، يقدر ان هو يمارس انواع كتيرة جدا لو قريبة من محمية من محميات الفندق ده عشان يمارس رياضة الغوص ويتفرج على المحميات الطبيعية، المشي، تسلق الجبال زي اللي موجودة في سانت كاترين، الفنادق الموجودة في سانت كاترين وفي طابة، وهكذا. يبقى على حسب نوع الخدمة الفندقية اللي انا هقدمها، هي على حسب بشوف الموقع اللي يتناسب معاها ايه وابتدي اختار. طيب
ايه هي البيانات المهمة واللازمة اللي انا اقدر اقيم بيها المشروع، واشوف انا كمستثمر معايا المبلغ ده اللي هقدر ادفع مش بس الارض ولا المساحة بتاعته ولا التجهيزات فقط، لا ده في كمان لازم اعرف مستويات اجور العمالة اللي انا هجيبها ان شاء الله عند التشغيل، من اول المدير العام لحد اصغر عامل عندي موجود مثلا زي ما قلنا في الكونسيرج اللي هو قسم الاستعلامات، او في الستيورد اللي في المطبخ، لازم ابقى عارفه واعمل سيرفي زي ما قلنا، وان انا كمستثمر ببتدي اتكلم مع الفنادق المجاوره اللي حواليا سواء انا في المدينه او في الريزورت اللي موجوده مثلا زي ما قلنا في شرم الشيخ، ابتدي اسال الفنادق اللي حواليا تقريبا الراتب الشهري من اول المدير العام لحد اصغر عامل كام، لان كل ده انا ببتدي بيه قبل وابقى عارفه انا هدفع كام لحد ما يبتدي يطلع لي ربح او ريع. تكلفه الارض اللي هشتريها وتكلفه البناء، البناء ده بيحتاج مواد وبيحتاج معدات وبيحتاج عماله، كل ده لازم ابقى عارفه هدفع قد ايه وهيجي لي قد ايه. الظروف المناخيه للموقع، وقدنا مثال ان في ظروف مناخية بتبقى مثلا زي الاقصر واسوان تصلح اكتر ان انا اروح، الظروف المناخية الشتوية بتبقى دافية وملائمة جدا ان يجي لي السياح الداخليين ومن جميع انحاء العالم يتفرجوا على اثارنا في فترة الشتاء في فترة الدفا، في اسكندرية مثلا او مرسى مطروح في الصيف بيبقى الظروف المناخية افضل، بيبقى الجو افضل ما فيهوش الحراره الشديده في المناطق دي في فتره الصيف. مدى حده المنافسه والمنافسين، ودينا مثال لو انا هنا في مصر الجديده زي ما موقع الاكاديميه بتاعتنا حواليا فندق مثلا السلام كونكورد، عندي فندق مريديان هيليوبلس، عنده فندق هيلتون هيليوبلس، عندي الموفامبيك، عندي مريديان المطار، كل دول انا لو بشتغل في فندق من الفنادق دي بشوف المنافسين اللي حواليا بيقدموا خدمات ايه، ولازم ان انا اقدم خدمة منافسة ويكون موقعي افضل من الموقع والارض بتاعت الفندق التاني وهكذا، ولازم اكون مختلفة والا مش هكسب، ولا لو قدمت خدمة هي هي يبقى انا كده عملت ايه. فبشوف ايه حدة المنافسة والخدمات اللي هما بيقدموها بحيث ان انا اقدم خدمة مختلفة تقدر تجذب لي عدد كبير من السياحة الداخلية والزوار ورجال الأعمال وغيرهم والجروبات السياح الخارجيين والأجانب. طيب لو هتكلم على موقع ومساحة المشروع، احنا اتكلمنا عن الموقع، المساحة الفندق ببتدي أحسبها على حسب أو بقدر موقع ومساحة الفندق عن طريق أنا اشتريت عدد قد إيه أمتار بضربه في تمن المتر مع مراعاة نسبة البناء. طيب لو أنا حابني مستثمر فندق في فنادق المدينة في محافظة القاهرة، يبقى بشتغل ببني على مساحة الأرض من حقي أبني 90% من المساحة. طب لو أنا في المدن الجديدة أو في بعض من فنادق المدن الجديدة ببني على مساحة 40% أو 15%، طب باقي المساحة قلنا ان احنا بتبقى لاندسكيب، وانا لما سألتكم يعني ايه لاندسكيب قلتوا يعني المساحات الخضراء اللي موجودة في الفندق، الجناين والمساحات الخضراء اللي انا هقدر استغلها كمنظر وشكل جمالي. طيب بالنسبة لشكل وتصميم الفنادق برضو على حسب المستثمر، طبعا بيكون بيتعاقد مع مكتب من المكاتب الهندسية المتخصصة اللي بتبتدي توريني كمستثمر أكتر من رسم هندسي، كل رسم بيبقى على حسب طبقا للموقع، طبقا للخدمة اللي بيقدمها، طبقا للمساحة اللي هو هيوفرها. واحنا قلنا لو فندق من فنادق المدينة أقدر أبني على 90%، ففندق المدينة ليه شكل وتصميم، فندق الريزورت اللي موجود في شرم والغردقة ليه شكل مختلف، الفندق اللي موجود وارتفاع مختلف، الفندق اللي موجود جنب المطار ليه شكل وليه تصميم وارتفاع مختلف. وكل ما المساحة معايا بتبقى كبيرة زي الفنادق اللي موجودة في وسط البلد،
وفي المدن، ده بيزود من عدد الغرف وبيخلي الشكل الخارجي تصميمه متميز، وبيزود من عدد المطاعم ومن عدد الشكل، يعني المساحة اللوبي تبقى كبيرة وتصميمه يبقى متميز. بيبقى في عندي عدد مطاعم كبير، حتى المخازن اللي عندي اللي انا بخزن فيها الاغذيه والمشروبات والمعدات والسبلمنت اللي هي المواد اللي بيحتاجها كل قسم على حده، بيبقى برضو عدد كبير. فكل ما المساحه بتكون موجوده معايا كبيره في موقع موجود في وسط المدينه، غير لما بتبقى مساحه صغيره لموتيل او لريزورت موجود في المنتجعات السياحية اللي هي في الريف أو في المحافظات المختلفة زي شرم والغردقة وغيرها. طيب، يبقى أنا عندي شكلين لمباني الفندق. أول حاجة شكل بيبقى مرتفع، عدد الأدوار بتبقى كتيرة وبيتبني بشكل رأسي بشكل طولي، وده بيبقى موجود داخل المدن. ودينا أمثلة زي مثلا سيمراميس انتركونتيننتال في وسط البلد. سعر المتر طبعا بيبقى غالي لان ده بيبقى في وسط المدينة، ومثلا زي ميدان التحرير اللي بيبقى قدامه المتحف المصري ومنطقة سياحية من الدرجة الاولى، طبعا سعر المتر هيبقى غالي. وبيبقى زي ما قلنا الفندق بيبقى مرتفع وعدد الادوار فيه كبيرة، وهنا بيتقسم الادوار وبتتقسم أعداد الغرف على حسب المساحة. وقلنا إن مواصفات البناء بتتبع الأكواد المدن الدولية. عندي نوع تاني اللي هو العرضي، اللي بيبقى عدد الأدوار بتبقى منخفضة وبيبقى المبنى بالعرض مش بالطول، وده اللي بيبقى موجود في المنتجعات السياحية أو بيبقى موجود جنب المطارات. مش هيبقى عشان الطيارات، مش هيبقى الفندق بالطول، لا هيبقى بالعرض وليه طول معين ما يقدرش يتجاوزه علشان طبقا للمواصفات والارتفاعات اللي بتحددها المطارات للطيارات. وهنا بيكون سعر المتر قليل، وبرضه بيتقسم على عدد الأدوار، وبتبقى عدد الأدوار قلنا أقل وعدد الغرف بتبقى أقل. وهنا بقى بيتبع الأكواد المحلية في البنى مش الدولية زي اللي موجودة في الفنادق وسط المدينة اللي بتبقى بشكل طولي أو رأسي. الفنادق الأفقية على سبيل المثال زي المنتجعات السياحية قلنا، وزي اللي موجودة في بجوار المطارات. بعد ما بخلص أنا المبنى وتم إنشاء المبنى على المساحة المحددة اللي متحددة طبقا للموقع الموجود اللي انا اخترته كمستثمر، وطبقا للخدمة الفندقية اللي هتبقى مقدمة مختلفة عن خدمات المنافسين، ببتدي ان انا اطلع رخصة البنى بتاعة الفندق اللي انا بنيته او المطعم اللي انا بنيته، وبطلعها من الوحدة او المكان المسؤول التابع للمنطقة اللي اتبنى عليها الفندق. وبتبقى زي ما قلنا ان البناء بيتم عن طريق شركة مقاولات كبيرة سمعتها معروفة وليها خبرة كبيرة في اعمال البناء الفنادق، وبتنفذ وبتشطب وفقا للمعايير اللي قلنا عليها سواء دولية او محلية على حسب الموقع ونوع الفندق. وده طبعا بيحتاج لتمويل كبير جدا لحد الانتهاء من البناء، لحد ما ابتدي اشغل واختار العمالة واشتري معدات. فكل ده لازم المستثمر يبقى عارفه ويحسبه. بالنسبة للارتفاع احنا اتكلمنا وادينا مثال عن فندق سيراميس انتركونتيننتال، وده شكله اللي هو موجود على النيل في التحرير، بيبقى زي ما انتم شايفين عشان ده في وسط المدينة فالارتفاع بيبقى عالي، بيبقى في المساحة اللي بتشغل من الأرض البناء زي ما قلنا 90% بشكل طولي، بيبقى موجود فيه خدمات كتير جدا، المطاعم هناك واسعة جدا، القاعات الموجودة لعقد مؤتمر أو اجتماع أو فرح مناسبة بتبقى واسعة جدا، عنده باركينج وخدمة ركن للسيارات بتستوعب عدد كبير جدا من السيارات الجست.
عندي برضو من المواقع الفنادق القريبة من الفندق، قريب من المطار، على سبيل المثال فندق دلوقتي اللي هو هيلتون هيليوبلس، او كان سابقا اسمه شيراتون هيليوبلس ده، عشان قريب من المطار. زي ما انتم شايفين المبنى بشكل بالعرض، مش يعني مش طولي، لا هو بيبقى بشكل افقي بالعرض زي ما انتم شايفين كده، لان قريب من المطار فوقه بيبقى باستمرار بتمر الطيارات، فبيبقى عدد الادوار كمان مش عدد كبير زي ما عدد الادوار اللي موجودة في الفندق سيمراميس على سبيل المثال اللي مبني بشكل طولي، بيبقى عدد الادوار كبير جدا. فادي الفرق على حسب الموقع، على حسب ما بنحدد شكل البنى، وعلى حسب ما بنحدد الارتفاع. طيب ايه النصايح اللي بتديها الشركات المتخصصة اللي بتعمل دراسة الجدوى للمستثمر وبتبتدي تديها له قبل ما يختار الموقع؟ احنا قلنا ان اختيار الموقع من العوامل الاستراتيجية ومن المواضيع الحاسمة اللي بتحدد نجاح المشروع او لا قدر الله فشله، فلازم بعض البوينت اللي هي should be considered لما اجي اختار اي موقع عشان اضمن نجاح المشروع واستمراريته، وان هو يبقى مصان لاجيال واجيال ويستمر لمدة طويلة جدا بنفس نجاحه ونفس تقديم خدماته المتميزة. أستأذنكم. لازم أنا كمستثمر لما هختار الموقع إيه العميل المستهدف المناسب للموقع ده؟ زي ما قلنا لو حبني موقع، هختار موقع في وسط البلد، يبقى العميل المستهدف على سبيل المثال يا رجال الأعمال، يا السياح المولعة بزيارة الآثار والمحبة للسياحة الثقافية، لأن هيروح الأهرامات وهيروح المتحف المصري وهيروح يتفرج على الآثار اللي موجودة في الجيزة. يبقى أنا كمستثمر هشتري أرض في وسط المدينة زي مثلا ما قلنا هيلتون او انتركونتيننتال، يبقى العميل بتاعي المستهدف في وسط البلد السياح اللي بيحبوا السياحة الثقافية سواء جوه مصر او بره مصر، او راجل الاعمال اللي موجود المحلي المصري الزائر او الزائر الاجنبي. طيب برضو باخد في الاعتبار لما اجي اختار الموقع جنبي زي ما قلنا فنادق منافسة هتقدم نفس الخدمة، يبقى اروح اشوف موقع تاني يقدم لي خدمة مختلفة، او انا في نفس الموقع اقدم خدمة مميزة بقى، يعني هتبقى مختلفة شوية فيها تميز عن المنافسين. لو هو رجل بيستجذب او يستقطب الفندق المنافس ده رجال الاعمال، لا انا ممكن اعمل له جنب خدمة رجال الاعمال وجنب ان انا ببقى ليه خدمات هو عايزها لعقد اجتماع، لا انا ممكن اعمل طابق بس لخدمة رجال الاعمال مثلا في الدور، لو احنا قلنا بيبقى افقي وادواره كبيرة، في الدور مثلا ال15 بيبص على النيل، القاعات بتبص على النيل، في حين ان الفندق التاني مش مديله ان القاعة مثلا بتبص على النيل وان القاعة في اول دور او في الدور الارضي. فانا بحاول بشوف ايه الخدمة اللي هو بيقدمها لو انا مصرة على الموقع ده، بس هقدمها بشكل مميز عن الفندق التاني بحيث ان انا استقطب رجال الاعمال واقول لهم انا عامله لكم قاعات مثلا، او بعمل زي ما في فندق اللي بيعمل المطعم اللي بي يعني اللي بيدور يعني زي اللي موجود في البرج، في برضو فندق في وسط البلد على النيل اللي هو كان الميريديان سابقا، برضو في المطعم اللي هو بيلف، ببقى قاعدة على ترابيزتي بيلف معايا واحدة واحدة، بشوف
كل بقى مصر من فوق قدام النيل، بتفرج على، بلاقي نفسي من على بعد شايفة القلعة وشايفة الهرم وشايفة الفسطاط وشايفة مناظر وشايفة النيل، شايفة مناظر حلوة جدا. فدي خدمة فندقية برضو مختلفة. والفندق ده اسمه بالمناسبة جراند هايات، هو فندق مصنف 4 نجوم، انما هو على النيل وبيدي الخدمة الجميلة دي. بقى اذا هو متميز برغم ان هو قدامه الفور سيزون، برغم اسم الفور سيزون الكبير، وان هو برضو في وسط البلد وعلى النيل، لانه مش موجود في المطعم الريفولفينج ريستورانت ده او المطعم اللي بيدور، انما ممكن يقدم الفور سيزون بقى أطعمة مختلفة لبلاد مختلفة. مثلا مطعم سي، أنا معرفش يعني، بس بدي مثال، الصيني أو التايلاندي، ده مش موجود في الجراند هايات. يبقى لازم يكون هما جنب بعض، بس لازم أكون منافس ليه في خدمة مختلفة بتميزني عنه، وهكذا، اللي هي دي الخدمات المقدمة. سهولة الوصول للموقع، في جيست يجي يقول لك انا عايز اسكن، وبيتفق كده مع شركة السياحة، اختار لي فندق يكون فيه مواصلات كتير، هو مش نازل بعربيته، هو جاي من روسيا من امريكا، هو مش معاه عربية، وفي نفس الوقت هو جيست معاه مبلغ معين، ما هواش السايح، بيبقى طبعا اقل انفاقه في المواصلات عن رجل الاعمال اللي يقدر بسهولة جدا ان هو يأجر عربية. فبيبقى عايز فندق في وسط البلد يقدر يروح المزارات عن طريق المواصلات العامة العادية، فيبقى فيه سهولة الوصول ليه من المطار للفندق. الفندق يكون مثلا قريب من الاندر جراوند زي اللي موجود في وسط البلد، محطة التحرير بتاعت مترو الانفاق، مترو الانفاق دلوقتي بقى بيوصلني بكل البلد، سهل جدا ان انا دلوقتي اروح الاهرام، سهل جدا ان انا اروح اماكن كتير جدا. فبختار ان الفندق يكون قريب من، سهل الوصول ليه اولا، سهل ان هو يكون فيه مواصلات، ان اقدر بسهولة الاقي تاكسي، الاقي باص مكيف زي الباصات الجديدة اللي فيها كمان خدمة انترنت، وبتبقى باسعار معقولة جدا ومناسبة لكل الجست او لكل السياح. وقلنا الخدمات المقدمة لازم تكون مختلفة عن خدمة المنافسين ليا، موقعي لازم يكون مختلف عن خدمة المنافسين ليا. كل ما الأرض بتكون ممهدة والبنية التحتية مرصوف كويس، أرض ممهدة مش صعبة إن أنا أمشي عليها، الأرض فيها الـ مجهزة بالصرف والجيد، ما يعمليش مشاكل، مزوداه طبعا بالكهرباء وبالإنترنت وبكل التجهيزات اللي تسمح ان الجست يلاقي الخدمة اللي هو عايزها بسهولة بدون اي مشاكل. كل ده لازم يتاخد في الاعتبار عشان اما اجي اشتري الموقع ادرس كل الحاجات دي، سهولة الوصول، مساحة المكان قد ايه، زي ما قلنا على حسب حبني على 90% ويبقى في مساحات عندي شاسعة، الخدمات اللي بقدمها مختلفة، البنية التحتية مميزة ومعمولة بشكل صحيح ومعايير سليمة، العملاء المستهدفين بتوعي زي ما قلنا، انا عايزة اي تارجت او اي شريحة من السائح اللي تيجي عندي الفندق او المطعم ده. طيب ايه عوامل اختيار موقع ومساحة الفندق؟ احنا خلصنا النصايح، العوامل بقى اللي بتحكمني، عندي كذا عامل طبعا، ما فيش شك الموقع، لازم ان الموقع يكون متميز، ولازم يكون فيه ميزة تنافسية مختلفة زي ما قلنا عن الفنادق اللي بجواري، قلنا لازم المناخ يكون في منطقة المناخ فيها معتدل، مش مثلا مكان طبيعته المناخ بتاعته مش حلوة فيها أتربة، مثلا جنب مصنع بيطلع لي دخان وعوادم السيارات وهكذا، لا، يكون في برضو الناحية البيئية براعيها المناخ، زي ما قلنا فنادق الأقصر وأسوان في الشتاء دافية، الفنادق اللي موجودة زي ما قلنا مثلا في الصيف، في فترة الصيف مرسى مطروح من الأماكن اللي فيها فنادق كتير، وللأسف اتعمل لها، برغم ان اتعمل لها تنمية سياحية، بس مش كل الناس يعني السياح بيروحوا لها، برغم ان جوها جو رائع
طول فترة الصيف. طبعا لما بيبقى الموقع بيبص على منظر طبيعي، على بحيرة، على بحر، على نهر زي نهر النيل، المناظر التاريخية قلنا والأثرية، وقلنا ادينا مثال لماريوت الهرم، كل ده بيجذب لي على مستوى العالم سياح بمختلف الجنسيات ومختلف الأعمار. واديت مثال على مينا هاوس أوبروي اللي إطلالته مميزة جدا، بتبص على عجيبة من عجايب الدنيا السبعة، وعلى إحدى عجايب من عجايب الدنيا السبعة، طيب اللي هي الأهرامات. وقلنا برضو إن الموقع بيقدم خدمات، لازم يقدم خدمات فندقية مختلفة تخدم زوار وجست على حسب كل ذوق، وطبيعة اختيار لكل واحد مختلفة عن التاني، والخدمة اللي هو بيفضلها. يفضل طبعا ان موقع الفندق يكون زي ما قلنا ان هو قريب من المواصلات العامة، يا سلام، ويا ريت يكون قريب من مستشفى، لا قدر الله بتحصل حوادث يبقى اقدر انقل عن طريق العيادة اللي موجودة عندي في الفندق، والدكتور الموجود يقدر لو هيعملوا اسعافات بسيطة اولية انقله بسرعة لاقرب مستشفى، مش تكون بعيد عن مستشفى وبالتالي تكون الإصابة يعني تاخد وقت والشفاء ياخد وقت. لا، يبقى في مستشفى أوديها بسرعة، أقرب وسيلة مواصلات عندي بقى في الفندق، وبسرعة الطرق الممهدة اللي عليها الموقع الفندق هتوصل السايح المريض بسهولة جدا للمستشفى وبسرعة. وسائل الاتصالات والإنترنت، ولو قريب من المطار مثلا أو قريب من الآثار، كل ده لازم الأمر. حتى الفنادق اللي بتكون في وسط البلد دلوقتي بقى سهل جدا في نص ساعة يقدر يروح المطار بسبب الطرق الممهدة اللي تم تجديدها وتوسيعها. لازم برضو من العوامل اللي أنا بختارها لما أجي أدرس أو أشتري موقع والمساحة تكون قد إيه، تاني حاجة يبقى اتكلمنا عن الموقع، نتكلم بقى عن المساحة. ان المساحة لما بتبقى طبعا في وسط البلد هقدر اشتري مساحة كبيرة بسعر غالي، مساحة كافية ان انا ابني على 90% زي ما قلنا، يبقى سهل جدا يبقى فيه جراشات ولاند سكيب اللي احنا قلنا الحدائق وحمامات سباحة ونادي صحي ومطابخ كتير بأنواع مختلفة ومخازن وباركينج يستوعب عدد كبير من السيارات، يبقى في موقف قدام الفندق سهل لوقوف الاتوبيسات والسيارات. انا لما بيجي لي سياح وجروب سياحة بناخده بيبقى في خدمة الشاتل باص اللي هي الخدمة المجانية، الاتوبيس الخاص بتاعي اللي بيروح يستقبل من المطار الجست واخده لحد الفندق، بنزله قدام باب الفندق، مش هنزله في باركنج السيارات. فلازم منطقة بوابة الفندق تكون على مساحة كبيرة تستوعب اتوبيس انه يقف ويركن لحد ما ينزل السياح بتوعي بالشنط بتاعتهم، تكون مساحة تستحمل العامل اللي هيروح ياخد البيل كابتن اللي هيروح ياخد الشنط منهم من قدام الفندق. فلازم تكون المساحة كبيرة قدام الفندق تستوعب اتوبيسات وتستوعب نزول النزلاء بعدد كبير، تستوعب عاملين الفندق نفسهم اللي هيأدوا الخدمة للسائح اللي نازل من الاتوبيس. فالمساحة مهمة جدا، ما يكونش على مساحة ضيقة ما يعرفش يركن الباص فيها، او اضطر ان انا انزلهم في مكان بعيد طبعا ما ينفعش. فلازم يكون في مساحة مناسبة ل الركنة وللتستوعب عدد كبير من الجست ومن العاملين. برضو مراعاة الأماكن اللي بيشتغل فيها العمال جوه الفندق، لما يكون الكوريدور مثلا الهاوس كيبنج الكوريدور عشان يقدر يدخل الأوض ويؤدي خدمة الهاوس كيبنج ويحط عربية الترولي قدام السويت أو قدام الغرفة، لازم تكون مساحة مناسبة يقدر يتحرك فيها أكتر من عامل ويركن الترولي
ترولي بسهوله، يقدر يمر جست من غير ما يحس ان المساحه ضيقه ومش عارف يمشي. فكل ده حتى العمال لازم بوفر لهم مساحه عمل جوه المطبخ كبيره، ان المطبخ يكون كبير تستوعب عدد كبير من التجهيزات، مساحه المطعم تكون كبيره يستوعب طاقه استيعابيه كبيره من الجست، ما يكونش على مساحه صغيره. وبالتالي اقدر اقدم الخدمه كعامل على اكمل وجه، والجست يستقبل الخدمه يحس ان فعلا احنا بنقدم الخدمه بشكل فندقي احترافي في المساحه الكبيره دي. برضو المساحات زي ما قلنا بتسمح ان انا اعمل كوفي شوب ولوبي كبير واماكن ترفيهيه وحمام سباحه واكتر من حمام سباحه. حتى الحمامات السباحه بقت ليها انواع، سهل ان يبقى فيه حمام سباحه دافي، حمام سباحه بيقدم مثلا اكوا بارك، فبقدر اعمل المساحه الشاسعه دي اكتر من حمام سباحه يخدم اكتر من نوع نزيل. نادي صحي كبير يبقى فيه مش على قد المعدات الرياضيه لا، ويبقى فيه برضو مكان للساونا، نادي صحي للسيدات ونادي صحي مكان للرجال على مساحة كبيرة، وبيقدم مثلا ساونا وجاكوزي وهكذا. فكل ده اما اعمله على مساحة كبيرة هستقطب عدد كبير من النزلاء، سواء اللي بره الفندق يقدر يجي يشترك في النادي الصحي ده، او النزيل اللي جوه الفندق وممكن يستخدم الخدمة دي فري بما انه هو نزيل. برضو حدي المثال بتاعي مثلا زي ما قلنا مينا هاوس بروي اللي هو موجود في الهرم، بتحيط بمساحة برضو كبيرة جدا من الحدائق اللي هي اللاندسكيب، حوالي 168 كيلو متر مربع، ده غير المساحة الشاسعة بتاعت المطاعم المختلفة، المساحات الشاسعة بتاعت السويت، واكتر من كتر ما هو فندق مميز جدا، مش بيبص بس على عشان بيبص بس على الاهرام، لا جه زاروا شخصيات كتير جدا معروفة، سواء فنية واتعمل فيه أكتر من فيلم، وناس في أي بيز كتير قوي من مختلف المجالات، الرياضيين الفنانين وغيرهم المشهورين من الرياضة، وزي ما قلت لكم اتصور فيه أكتر من فيلم. يبقى نقص المساحة واختيار موقع غير مناسب ده بيخلي تصنيف الفندق عندي بدرجة أقل، والعكس صحيح، إنما زيادة المساحة وإن أختار موقع متميز وإن أبني بنى برضو متميز مناسب للموقع ده هيخليني أخد تصنيف كبير. وإحنا عارفين التصنيفات معانا، بس إحنا طبعا بندرس الفايف ستار هوتيلز، ما بندرس الأقل من كده، ومعايا كمان لحد السيفن ستارز. يبقى كل ما بيبقى التصميم واختيار الموقع والمساحة كبيرة وتصميم المبنى مصمم عن طريق استشاريين هندسيين يعني، ومعمول بشكل مختلف وبشكل مميز، كل ده بينجح الفندق وبيخلي شهرته عالية، سواء الشهرة المحلية أو الشهرة العالمية. وكل ده بيخليني أنا كمستثمر أحصل من وزارة السياحة على تصنيف عالي من أول 5 ستار هوتيل لحد 7 ستار، على حسب زي ما قلنا الخدمات اللي بقدمها والموقع المتميز. أنا بعيد وأزيد عشان نفهم أكتر ونحفظ أكتر، المساحة الكبيرة اللي بتحتوي على فنادق سوري على فنادق على مطاعم وعلى حتى يبقى فيه، أما ببقى مبني على مساحة كبيرة قلنا مش ببقى على قد المطعم وبس، لا بيدي خدمات زيادة، بدل ما يضطر الجست يطلع لفندق عايز مثلا يغير عملة، هو عملته مثلا جاي معاه دولار عايز يغيرها للجنيه عشان يقدر يصرف، فبوفر له مساحة لبنك، بتعاقد انا مع بنك معين ايا كان البنك الاهلي او غيره او غيره، يدي الخدمة للنزيل او للسايح. زي ما قلنا النادي الصحي،
محل مجوهرات، محل السوفونير والهدايا. الجست الاجنبي بيحب قوي الهدايا الفرعونيه انه يهدي بيها. كل ده لما بوفره له جوه الفندق بجيب مساحه كبيره عشان اقدر ان انا اوفر له ده، وباجر انا كمالك بيجي لي ايجار شهري او ايجار سنوي زي ما على حسب التعاقد، او ايجار كل 6 شهور على حسب. يبقى كل ما بيبقى معايا المساحة كبيرة مش بعمل مطاعم وقاعات وغرف، لا ده انا بقدم كمان محلات وكوافير، بعمل له المساحة بتخليني ان انا ادي خدمات كتير وحاجات كتير، وبتدخلي يعني مش بتقدم خدمة فندقية بس، وبتدخلي انا كمستثمر ايجار شهري بيوفر لي كتير جدا من الربحية. ايه تاني من اهم العوامل اللي انا بختارها عشان لما اجي اختار موقع ابني عليه فندق؟ لازم يكون قريب من الطرق اللي توصلني بسهولة، عايز حتى يسافر يبقى مثلا فنادق وسط البلد قريبة جدا من طريق اسكندرية الصحراوي على سبيل المثال لو عايز يروح اسكندرية مثلا، قريب جدا شبكة طرق سهل قوي ان شاء الله. مثلا لما نفتتح ان شاء الله المتحف الكبير يبقى في شبكة طرق قريبة اوصل بيها للمتحف الكبير، للأهرام، لمتحف التحرير، لمجمع الأديان، في الفسطاط وهكذا. ان هو يكون مطل على زي ما قلنا شاطئ او بحيرة او نهر النيل، اي حاجة من الاطلالات الطبيعية. مساحته كل ما بتكون كبيرة بتتناسب الطاقة الاستيعابية للفندق، اقدر استوعب عدد كبير وكتير من الجست بمختلف جنسياتهم، اقدر استوعب عدد كبير من العمالة اللي انا بشغلها في الاقسام المختلفة. كل ما يبقى العدد كبير في المساحة الكبيرة عشان تخدم اكتر من جست بسرعة والخدمة تتقدم في وقت سريع مش في وقت يعني طويل فيبتدي يزهق. الطاقة الاستيعابية للتجهيزات، ان يبقى عندي مساحة كبيرة في المطبخ اقدر احط فيها اكتر من معدات تساعد على انتاج الاطعمة وطهيها بشكل سريع، مش يبقى عندي مساحة صغيرة فيها مثلا بوتاجاز واحد او فيها مثلا معدات بسيطة او فيها مثلا شواية، لا يبقى عندي اكتر من معدات تساعدني ان انا اخلص بسرعة الطبق ويتقدم للجست في وقت سريع. فكل ده كل ما تكون المساحة كبيرة كل ما بتكون ايه التجهيزات كتيرة وبتبقى في مساحة بينها وبين كل معدة ومعدة، حتى مسافة ما تبقاش كلها جنب بعضها. طيب اهداف قرار اختيار موقع الفندق، من اهم الاهداف الاساسية اللي بتخليني اختار موقع متميز، اول حاجة طبعا هي مفيش شك التكلفة. كل حاجة بحسبها وانا بعمل دراسة الجدوى تكلفتها ايه وهدفع قد ايه. تكلفة المكان اللي هو اتكلمنا عليه، سعر الارض وتكلفة البناء وتكلفة المعدات وتكلفة العمالة، تكلفة النقل المعدات، كل ده لازم احسبه. تكلفة النقل زي ما قلنا بكام، انا عايز انقل معدات ومواد بناء من مكانها لحد عندي انا في الفندق ده اللي هو في وسط البلد في التحرير هتتكلف قد ايه. الانتاج والتشغيل لما اجي اشغل الفندق، التكلفة عشان ابتدي اللي هو التشغيل ما قبل الافتتاح الرسمي والتشغيل بقى الرسمي، كل ده لازم اعرفه. يعني هدفع كام معايا راس مال قد ايه، وهوفره ازاي، هجيب شريك معايا ولا لأ، هعمل قرض ولا مش هعمل، ملاش خالص ان انا اعمل الفندق ده واحط المستثمر يحط فلوسه في البنك يطلع له ريع. لازم كل ده يدرس قبل ما اخد القرار. طيب عشان اختار موقع متميز ايه الاهمية؟ الاهمية ان انا بستثمر وبالتالي لازم يطلع لي ربحية ولازم يطلع لي ايرادات كمستثمر وكشركة ادارة فندقية، ونفس الموضوع
للعاملين برضو ان هم لازم يستفادوا ماديا، وبيطلع لهم بونص، بيطلع لهم ارباح بجانب الرواتب الشهريه، بيطلع لهم ال 12% الناس اللي بتشتغل في الفنادق. وعارفه كل ما بيكون عدد الجست وبيدفع على الشيك 12% بتبقى ال 12% بتاعتي كبيره. مثلا في ناس بتبقى الجنيه قصادها جنيه لو ما فيش تشغيل 50 قرش، وهكذا. طيب برضو بيأثر الموقع على العاملين، مش على بس المستثمر والضيف او الجست، لا، على كفاءة العامل. انا لما اكون عامل بشتغل في فندق سي الفور سيزون او الفيرمونت اللي على النيل، غير لما بكون بشتغل في فندق مثلا متصنف 4 نجوم. اكيد لما انا هشتغل في فندق كبير، موقع متميز على مساحة كبيرة، بيقدم خدمات كتيرة، طبعا كفاءتي كعامل، وهيدربوني تدريب عالي جدا. شركة التدريب، شركة بتوفر يعني شركة الإدارة تدريب عالي، وبالتالي كل ما نحت تدريبي كعامل هيبقى بكفاءة، وبقدم الخدمة الفندقية بشكل احترافي، ربحيتي كمؤسسة فندقية وكاسم فندق وكشركة الإدارة هيكون كبير، وسمعتي واسم شركة الإدارة دي هتكون مسمعة عالميا مش محليا بس. ان انا اجي واروح واعمل المناسبة بتاعتي في الفندق ده، او اعمل دي يوز في الفندق ده، بيجذب كتير جدا من العملاء بمختلف انواعهم، والسياح بمختلف انواعهم اللي بيجوا ويشوفوا الخدمة بتاعتي الفندقية، من غرف، من مطاعم، ومن قلنا اقامة مناسبات، ومن اقامة مؤتمرات، وهكذا. فبجذب عدد كتير من العملاء على حسب هو بيفضل اي نوع من الخدمة اللي هي هتتقدم له. انا هديكوا نموذج عن مشروع مقترح مش موجود هنا لسه، وما اتعملش هنا لسه، وان شاء الله يتعمل. هو بيتكلف كتير، وهيحتاج انه مستثمر مش لوحده، هيبقى محتاج اكتر من مستثمر عشان ننفذ المشروع ده، اللي هو مشروع الفنادق اللي موجودة تحت البحر. فين هنا ممكن انفذ الفندق ده؟ الفنادق دي دلوقتي ترند جديد طالع، موجود منه كتير جدا، واتعمل منه في الامارات، ومعمول منه في دول اجنبية كتير. من ضمن وانا سألتكم ممكن انفذه فين، سهل قوي ان انا انفذه في محافظة الاسكندرية. ليه؟ عشان الجست يجي ويشوف الآثار الغارقة اللي موجودة في محافظة الإسكندرية. عندنا من أول قلعة قايتباي لحد أبو قير، في من وقت الحملة الفرنسية آثار كتير جدا في قاع البحر. إسكندرية بتتميز إن فيها مقومات سياحية كتير جدا، معروفة طبعا إن هي العاصمة الثانية لجمهورية مصر العربية، ما زالت من أهم المصايف في مصر، وطبعا هي موجودة على البحر الأبيض المتوسط، وزي ما احنا عارفين كورنيش البحر بيبقى طوله حوالي 70 متر من أول قلعة قايتباي لحد المنتزه وقصر المنتزه. اسكندرية فيها أنماط سياحة كتير جدا، اللي احنا لسه كمان كان في المتحف الروماني، هو موجود متحف روماني من سنين طويلة جدا، إنما تم تطويره وتم ترميمه وتم افتتاحه في أكتوبر 2023. فيها أنماط سياحية متعددة، رومانية وقبطية وإسلامية ويهودية، فيها كتير جدا من القصور زي قصر المجوهرات الملكية على سبيل المثال، فيها كتير جدا من المتنزهات على سبيل المثال، زي ما قلنا المنتزه وقصر المنتزه، والمساحة الكبيرة اللاندسكيب الكتير اللي فيها يعني مناظر طبيعية خضراء، جواه كتير، في هيلنان، فندق هيلنان، في فندق السلاملك، وده كان موجود من ايام الملك فاروق، وهو دلوقتي فندق مصري بيبص على البحر. في مطاعم كتير جدا سريعة زي ماكدونالدز وبيتزا هات وحاجات كتير، فهو متنزه حتى يعني مليان مطاعم وفنادق مختلفة يقدر يجي فيها الجست. وللأسف اسكندرية
اسكندرية برغم ان هي تم تطويرها انما في سياح بيجوها بنسبة كبيرة، فلو تم انشاء على اللونج ران فندق في قاع البحر ده هيجذب عدد كبير جدا من السياح الداخليين والسياح الخارجيين، وهيخلي اسكندرية نفسها هتتحط على خريطة السياحة العالمية. طبعا اسكندرية فيها طاقات فندقية كتيرة جدا بدرجات مختلفة كتيرة جدا، من أول زي ما هو موجود الفور سيزون اللي هو موجود على البحر في منطقة سان ستيفانو، لحد الفنادق الصغيرة اللي بتبقى نجمتين أو ثلاثة اللي بتبقى موجودة في وسط البلد. كان فيها زمان مطار النزهة، دلوقتي ما بقاش موجود، دلوقتي بقى البديل مطار برج العرب وميناء الدخيلة. يعني سهل ان انا يجيلي عن طريق مطار برج العرب او الميناء الموجودة في اسكندرية سياح من الخارج، ده بجانب وسائل النقل بقى الداخلية، لو هو جاي عن طريق مطار القاهرة يقدر يسافر بقى بالقطر، يقدر يسافر بالاتوبيس اللي هي جوباص وسوبر جت الى غير ذلك، وخاصة مع توافر شبكات الطرق المرصوفة بالمعايير الدولية زي طريق مصر اسكندرية الصحراوي الساحل الشمالي. ودلوقتي شفنا ان العلمين على الساحل الشمالي، مدينة العلمين الجديدة واحتوائها على فنادق كتير جدا، كل ده هينشط السياحة، مش نوع واحد اللي هو ان انا اجي اتفرج على الاثار الغرقانه وبس، لا ده انا الف بقى اسكندريه كلها واشوف الاثار المختلفه اللي موجوده في اسكندريه المتنوعه، واسافر الساحل الشمالي وممكن اشوف كمان مرسى مطروح وخاصه اتعمل فيها تنميه سياحيه كده، انا بزود عدد السياحه وبزود اقتصاد البلد ودخول العمله الصعبه، وطبعا كلنا عارفين فوائد السياحه قد ايه. لما هعمل فندق زي ده وبقترح ان احنا عشان نشوف الاثار الغرقانه دي اللي موجوده في قلعه قايتباي، ده نشاط جديد قلت بيزود الجذب السياحي، وقلت ان هو بيخلينا نتيح بيتاح لنا الفرصه ان احنا نشوف الاثار الغارقه دي اللي موجوده تحت الماء. الغارقه في البحر، ودي على فكرة هتزود لي عندي ايه سياحة الغوص، في سياح كتير جدا بيحبوا جدا ممارسة سياحة الغوص، انه ينزل بنفسه ويغوص ويبقى معاه غواص محترف للي ما بيعرفش يغوص ويتفرج على الآثار دي. طبعا لما هاجي هعمل مشروع زي ده كمستثمر بيبقى فيه عروض كتير جدا بتتقدم من شركات الإدارة العالمية، كان بيقولي انا هدير الفندق بتاعك ده، انا بقى كفور سيزون او كشتاينجن برجر او اي هيلتون او ماريوت او ايا كان، عايز ان انا اجي ابقى من شركات الإدارة بتاعت الفندق اللي انت هتعمله ده. طبعا لازم المستثمر بيحصل على موافقة الجهات المعنية زي وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، لازم كل ده يبقى فيه موافقة إن أنا هعمل إن شاء الله كمستثمرين، لأن ده هيتكلف تكلفة باهظة يعني، وطبعا هيحتاج تراخيص كتير جدا ومواد بناء معينة تكون اللي هي تسمح إن يبقى فيه فندق تحت المياه المالحة دي. طبعا هيبقى في عدد سياح كتير جدا هيجي لمحافظة اسكندرية، زي ما قلنا هنشجع على ممارسة أنماط سياحية كتيرة جدا زي السباحة وزي سياحة الغوص. هيخلي السياح تزور قلعة قايتباي الموجودة في اسكندرية والمتحف اليوناني الروماني اللي احنا قلنا بعد الترميم والتطوير وتم افتتاحه في اكتوبر، المسرح الروماني. اسكندرية مليانة متاحف ومليانة اثار متنوعة، كل ده هيزود عدد السياح الداخليين والخارجيين بره مصر سواء عربية او اوروبية او ايا كانت الجنسيات ايه. طيب الموقع المقترح فين؟ المنطقة المجاورة لقلعة قايتباي، لان احنا قلنا ان الاثار الغارقة دي موجودة عند قلعة قايتباي، موجودة برضو
في انا قلت ثواني افتكر احنا قلنا لحد ابو قير. فالمفروض ان الموقع، انا بقترح ان يكون جنب الفندق ده جنب قلعة قايتباي، يكون ليه تخصيص مكان لانتظار العربيات للزائرين الجايين مش موجودين في الفندق، وفي نفس الوقت برضو للي جوه الجست الموجود ومقيم جوه الفندق، ويكون بعيد عن مدخل القلعة، ما يكونش ليه علاقة، القلعة تبقى منفصلة، إنما يكون في المنطقة المجاورة ليها. لازم يتعمل له حاجز أمواج عشان حماية، ولازم بيتبني بمواصفات معينة لحماية مبنى الفندق من التلف، لأنه موجود تحت أو في قاع البحر أو تحت الماء. وزي ما احنا عارفين السياحة المستدامة، إن بيبقى الهدف إن يبقى الفندق أو الآثار مستدام ومصان لأجيال وأجيال، يفضل متحافظ عليه، ما يحصلوش نوع من أنواع التلف، لأ يفضل عايش ويتعمل له الصيانة الدورية في مواعيدها عشان يفضل المبنى موجود لأجيال وأجيال متحافظ عليه. وزي ما قلنا ده هينقل اسكندرية نقلة تانية خالص، هتبقى داخل خريطة السياحة الإعلامية لو تم مشروع زي ده. بوفر أنا كفندق خدمة الشاتل باص، اللي هي خدمة اللي هي بتنقل السايح اللي موجود عندي جوه الفندق أو بره الفندق، بتنقله فري. الأتوبيس ده بيبقى خاص بالفندق، بنقل النزيل أو العميل فري من قلعة قايتباي لحد يقدر ما يوصل لحد أبو قير، ويقدر يشوف هناك ويقدر يستمتع هناك بسياحة الغوص وينزل يتفرج على الآثار الغارقة دي. بيوفر المشروع اللي هو تحت الماء عمالة طبعا، وعدد عمالة كبير جدا من جميع التخصصات جوه الفندق، من عمالة في أغذية والمشروبات، هاوس كيبنج، ريسبشن. طبعا ده بيبقى هيوفر لخريجين كليات السياحة والفنادق اللي موجودين في محافظة اسكندرية فرص عمل كبيرة جدا من أبناء محافظة اسكندرية وأبناء المحافظات المجاورة ليها. أنا حاطة لكم شوية صور أهي لبعض الآثار الغرقانة اللي موجودة تحت المية في اسكندرية. وادي مثلا اهو غواص من الغواصين بيتفرج على أثر من الآثار الموجود. فدي أنا ممكن أستغلها نوع سياحة جديد، أعمل له فندق، أبتدي أستقطب عدد كبير جدا من السياح داخل مصر وخارج مصر، وبقدم له خدمات فندقية متنوعة وخدمات سياحية متنوعة كتير جدا. طيب ايه الوردز اللي احنا اخدناها النهاردة مختلفة وليها ريليتد وليها علاقة او ذات صلة بموضوع المحاضرة؟ لوكيشن، لوكيشن يعني الموقع، واحنا النهاردة كنا بنتكلم عن الموقع. واللاندسكيب يعني المساحات الخضراء. المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن دراسة الجدوى القانونية، وبطلب منكم زي ما انا قدمت مشروع فندقي مقترح، عايز اشوف، واول ما اتكلمنا في اول محاضرة قلت انا عايز اشوف الكرياتيفيتي وعايز اشوف ابتكاراتك وافكارك، عايز اقدم نموذج مشروع مصغر فندقي تعمله لي، مقترح بسيط زي ما انا عملت كده، مقترح بسيط بيقدم فكرة هقدمه على موقع فين، في انهي محافظة، في وسط المدينة ولا في أي محافظة من المحافظات، هيقدم لي خدمة فندقية جديدة أو مقترحة إيه، هيستقطب نوع من أنواع الجست إيه، الفكرة اللي أنا بقدمها، يبقى أنا هستقطب نوع معين عشان ياخد الخدمة الفندقية دي. فياريت ده هيدينا وهيميزنا إن ناخد درجات ان شاء الله بتاعت اعمال السنة، وكمان يبقى سهل عليكم ان شاء الله في الترم الجاي لما تاخدوا، دلوقتي احنا بناخدها نظري، لا لما تاخدوا بقى المادة دي عملي، فده هيفيدنا ان شاء الله في الترم الجاي المشروع الصغير ده، ان انت تتأهل انك تعمل بقى دراسة جدوى لمشروع كبير اللي انتوا هتختاروه، سواء مطعم او ريزورت او فندق في مكان معين. دي بقى حاجة مصغرة هتأهلك إن شاء الله الترم الجاي إنك تعمل دراسة الجدوى العملية. ده فيديو
بيوريني الفنادق اللي بتطل. انا اخترت على موقع نهر النيل. نقدر برضو ان احنا نعرضه ايه الفنادق دي. زي ما احنا شايفين هنا ابو تل الجزيرة وبيبص على النيل، وهو علشان في وسط المدينة هو بمرتفع كبير. رامسيس هيلتون برضه اهو مرتفع كبير ورأسي، عدد ادوار كتير بيبص على النيل. الفور سيزون برغم ان هو بالعرض ولكنه برضه على مرتفع وبيبص برضه على النيل. كل واحد فيهم بيقدم خدمة فندقية مختلفة عن التاني. فندق جراند نايل تاور اللي انا قلت لكم فيه ريفولفنج ريستورنت، لو تبصوا عليه اهو، هو ده المطعم اللي بيدور وبيلف وبيتفرج الجست وهو بياكل على القاهرة كلها من فوق. سانسي ده برضو على النيل. ممكن برضو تدخلوا وتتفرجوا على اليوتيوب وتشوفوا المواقع اللي بتبص على مواقع مختلفة، مش شرط على نهر النيل بس، هتلاقوا فيديوهات كتير جدا جدا بتوفر لكم ايه المواقع المختلفة اللي بتبني عليها فنادق، بتبص على مواقع متميزة سواء أثرية أو طبيعية أو إلى غير ذلك، سواء في محافظة القاهرة أو محافظات الجمهورية المختلفة، واللي بتدي خدمة مختلفة من فندق لفندق بتميزه بموقع وخدمة بيقدموها لجست، بتستقطب عدد كبير جدا من الجست على حسب الخدمة اللي هو حابب ان هو ياخدها، او زي خدمة الغوص مثلا او غير ذلك، او خدمة ان هو يشوف اثار او الى غير ذلك. بتميزه من مكان لمكان، من موقع لموقع، من خدمة فندقية لخدمة فندقية، من سايح جنسية مختلفة عن جنسية مختلفة وهكذا. اشكركم وان شاء الله اشوفكم باذن الله في المحاضرة الجاية، واحنا قلنا هنتكلم فيها عن دراسة الجدوى القانونية. شكرا، واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، الثلاث الجاي ان شاء الله في محاضرة جديدة. اي سؤال محتاجينه انا معاكم في اي وقت، انتوا عارفين نمرتي بعد المحاضرة او عن طريق الواتساب او مكالمة، اهلا وسهلا بيكم في اي وقت. بشكركم.